بدك تتصرفي صح، بدك تنسي انت قامك من فارس وتنسي انك كنت تحبي وتتصرفي معه على اساس انه انسان عادي مثل حيلا انسان تاني. ما هيك حق حمدي، بس مش عم بقدر افكر هيك. انا حاسه انه انضحك علي، حاسه انه كل شيء صار وعم بيصير هو كان مخطط له من الاول، من النهار اللي فوتني لعنده على المطعم وقت حادث يمنى. حاسه انه كل شيء هو كان عامل له حساب. ياسما عم بتزيديها؟ لا ما عم زيدها. نسيتي انه بوقتها ما كان معه خبر شيء من شيء؟ كان بعده مفتكر انه بيو اللي قتل امه. مش مزبوط، هيدي كذبه كبيره. هو كان مخطط لكل شيء قبل ما يجي لهون وقرر يضحك علي. عمتي انا مش عم نام بالليل، كل ليل وانا بفكر وبرجع بتذكر كل شيء صار بيناتنا، وانا اكيد انه هو كان حاسب حساب لكل شغله عملها. لك يا ياسما، شو هو كان معه خبرك اصلا؟ عم بتزيديها لانه اعصابك بعدها تعبانه. مصيبه، مصيبه كبيره اللي عم يعملوا فارس والريس، والمصيبه ممكن تكبر اكثر واكثر اذا ما عرفت تصرفت ووقفت بوشه. هذا الزلمه عارف حاله شو عم يشتغل. القصة ما وقفت عند المعمل يا يوسف، القصة رايحة على الانتخابات تبع البلدية. طب برأيك شو لازم أعمل أنا؟ اتفقت أنا والبابا بكرة الصبح نروح ندفع تعويضات العمال، نوعدهم بوظائف تانية. البابا عم يفكر يفتح المعمل مرة تانية. أنا برأيي لشو لا تدفع لهم؟ ما هني هيك هيك فالين، ناس بلا وفا، ليش بدك تعمل من قيمتهم؟ أنا بعرف أهل الضيعة كيف بيفكروا، بكرة بيرجعوا لعندك، أنت خود وقتك وشوف كيف رح يرجعوا لعندك. كيف بدهم يرجعوا إذا ما دفعت لهم؟ ولك يا يوسف، غير الوظيفة شو قادر يقدم لهم فارس والريس شجعان؟ ماشي، انتوا البكوات، انتوا كل عمركم ضيعة تحت سيطرتكم. خليهم يروحوا وشوف كيف رح يرجعوا لعندك زحف. فارس غريب، انت ابن الضيعة، انت وجدك وجد جدك، بس لازم تعرف كيف تشتغل، لازم تكون عقد الثقة اللي حطها جدك فيك. جدك الله يرحمه كان يشتغل بنفس طويل، وانت لازم تشتغل مثله. بيك ما بيعرف يا يوسف، لو كان بيعرف كان الباك الكبير سلموا المعمل. وبعدين انا برأيي لشو لا ترجع تفتح المعمل؟ ما هو من ايام المرحوم جدك ما كان ماشي مثل ما لازم، وكنت حتصير مديون من وراه. اي معك حق، بس بتعرف بي انه هذا المعمل ورثة جدي وجانا عمره. بعرف بعرف، بس الحياة لقدام مش لورا. بعدين مين اللي قال لو جدك بعده طيب ما كان قبل يبيعه؟ هذا المعمل رح يفوتك بخسارة كبيرة. طيب خليني نشوف شو بدي اعمل. على كل حال ما بدي طول عليك، انا ناطرك هون، بس تقرر انه بدك تجي انا بحجز لك تيكت. اوكي؟ لا لا ولا يهمك، انا بقطع. بكفي عم تستضيفنا ببيتك وعم تهتم فينا. أهلا وسهلا فيك لما تحب. أعطيني شوية وقت لكون جهزت حالي، بس من هلأ لوقتها اوعى تتصل بالعمال مثل ما قالك بيك وتعرض عليهم مصاري. بتبين ضعيف قدامهم وبيقوا عليك. خليك بيك، وبالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. بعدين اتركهم يروحوا يشتغلوا، بركي بيعرفوا قيمة الأمن.